متابعين الاخبار صباح ومرحب بضيفنا اليوم الكاتب وليد معلوف يلي انضم لنا حتى نناقش كتابه الجديد والاول قديش كنت خبرك خواطر عن بلدك لبنان. اهلا وسهلا فيك استاذ معلوف. حضرتك هون بزياره، حضرتك مقيم بالولايات المتحده الامريكيه وعملك بالشان العام. اليوم رجعت تطلق الكتاب من لبنان، هالكتاب يلي بتهديه لكل الشعب اللبناني اللي بتحبه لبلدك، خبرنا اكثر عنه. للحقيقه قديش كنت خبرك خواطر ذكريات وامل جديد للبنان كانت فكره قديمه موجوده معي لمن كنت بعدني بالجامعه. كتبت حوالي 17 18 مقال. كان مهاجر جديد راح على الولايات المتحده وحامل لبنان هيك بقلبه وعلى ظهره. وطبعا لمن تركت بال79 مثل ما بيقول المثل اللبناني اجر لقدام 10 لورا. سو لمن وصلت على الجامعه وعم بتعرف على حياتي جديده، طبعا كان الوضع بلبنان ماساوي ماساوي بشكل رهيب. سو صرت اكتب وصرت ينحطوا هالمقالات بالمجلات والجرايد الاغترابيه اللبنانيه. بقى انا حفظتهم لان حبيتهم كثير لهالمقالات، وقلت انا يوما ما بدي اعمل كتاب. وطبعا ما كنت عارفين انه ظروف رح توصلني على الامم المتحده وكون مندوب للولايات المتحده بالمشن الامريكيه هناك. ولمن وصلت وطبعا اللي كنت عم بفكر فيه لمن كنت بالجامعه كاكتيفيست للبنان حققته للحقيقه لمن وصلت على الامم المتحده، لمن وصلت لموقع قرار ولموقع دفشت بسياده واستقلال لبنان. وطبعا الكتاب كله بيحكي مش بس سياسي، بيحكي ثقافي، بيحكي تاريخ، بيحكي امل للبنان. يعني قد ما نعمل وقد ما نغطس بالمجهول ولكن لبنان سيبقى لاننا نحن مقررين انه نخليه للبنان يضل عايش. طيب هلا لما تقرا هالمقالات يلي كتبتها من وقت ما كنت بالجامعه شو بتفكر؟ يعني ممكن مثلا لو بدك ترجع تكتب هلا كانت تغيرت المقالات ولا بتضل هالقد بتشبح؟ اذا بتقري المقالات اليوم جوال هودي اللي انكتبوا بين ال81 وال93 بتحسي ما تغير شيء بلبنان. مثل كانه بعده الوضع الموجودين انتم فيه هون واللي نحن عم نطلع عليه من الخارج بنظري ماساوي. بقى لما ترجع تقري المقالات بتقولي ما عملوا شيء المسؤولين السياسيين بلبنان لحتى يغيروا هالشيء. هيدا اللي بحزن. ولكن رغم هالشيء بعتقد انا الشعب اللبناني منفتح، والشعب اللبناني بيعرف مين اللي عم بينفع ومين عم بيضره. وبتمنى بالانتخابات اللي قادمه الشعب اللبناني يعمل القرار العظيم ليخلي لبنان العظيم. بيحكي اللبناني بيطلع بيقول انا فينيقي، انا عندي تاريخ، نحن اللبنانيه ازكيا، نحن اللبنانيه وين ما رحنا بننجح. طيب ليش ما عم تنجحوا بلبنان؟ بتمنى بالانتخابات القادمه انه الشعب اللبناني يوعى على مصلحته ووقف كل الايدين الغريبه اللي عم تتدخل بلبنان ويطلعوا نواب جداد ونواب ما عندهم اي تواصل خارجي، يكون همهم انتو وهدفهم انتو ورياحة لبنان تكون هي اهم شيء بالاجنده تبعيته. وهيدا الكتاب اذا بتقري بين السطور بتشوفي قديش عم بحس انه الشعب اللبناني انه المفروض انه هو بالاخر يخلص حاله. المجتمع الدولي موجود، المجتمع الدولي ما بعرف كنت عم بسمع حدا عم يحكي على التلفزيون هيك انه شو هيدي المجتمع الدولي منا شيء مزبوط. لا، شيء مزبوط ونص. والمجتمع الدولي خدم لبنان وساعد لبنان لو مؤخر، لو تأخر 30 سنة المجتمع الدولي يساعد لبنان، ولكن رجع ساعد لبنان. هلا من المفروض اللبنانيين يساعدوا نفسهم ويطلعوا حالهم من استاذ معلوف، بعد 30 سنه انت عندك الجنسيه الامريكيه واخذت مناصب مهمه في الدوله الامريكيه او في القرار السياسي الامريكي، شو يلي بحفزك؟ شو يلي ليش لبنان بعده بيعني لك انك تكتب عنه وتنشر هالمقالات وانت يعني بعيد وعندك حياتك؟ شو اللي بيعلقك بلبنان؟ بتعرف مش بس انا هيك، اذا بتطلع على الشرايح الاغترابيه بالخارج كلهم نشيطين للبنان وكلهم حابين يساعدوا. مثلا جوال استقبلتني من فترة شهرين لما كنا عاملين الشراكة اللبنانية الأمريكية، شراكة النهضة. يعني لما 30 شخص يتركوا أشغالهم، يتركوا عيالهم ويجوا لحتى يشاركوا بشراكة من هالنوع، معناتها في كتير وليد معلوف بالخارج عم بيعملوا مثل ما أنا عم بعمل، ماني الوحيد.
طيب كتبت المقالات القديمة جمعتها وأضفت عليها مقالات جديدة. المقالات الجديدة عن شو بتحكي؟ كمان عن الوضع بلبنان أو عن أشياء أنت اشتقت لها بركي؟ لا، الشق الثاني اللي هو بيحكي عن الأبورتونيتيز يما اللي صار معي بالأمم المتحدة لمن وقفت بسنة 2003 طبعا باسم الولايات المتحدة كوني دبلوماسي في بأثناء من الإدارة الأمريكية، وطلبت من لأول مرة بتاريخ 30 سنة يعني ما وقفوا الأمريكان أو طلبوا من سوريا بوضوح أنها تخرج من لبنان على هالمالتي ناشنال. سو هايدي انكتب فيها كتير بلبنان اللي من قلتها، أنا انكتبت بجرايد كتيرة وخاصة النهار والسفير وغير، بقى جمعت هالمقالات كلها اللي انكتبت وحطيتها in consequence. سو إذا بتقريهم بتشوفي كيف السياسة الأمريكية تغيرت تجاه لبنان على مراحل، يعني على بهالمرحلة هايدي. وبعدين طبعا حطيت بعد لأني بحكي بالجامعات بطلع يعني بعمل محاضرات، حطيت بعض المحاضرات المهمة اللي كمان بتخليك تفرجي كيف إدارة الرئيس بوش غيرت السياسة الأمريكية تجاه لبنان، وطبعا مش فقط تجاه لبنان، هي أصلا بعد 9/11 السياسة الأمريكية تغيرت من الاستيعاب إلى المواجهة. المواجهة مستمرة مع أوباما ولا ما بعرف؟ يعني للحقيقة بدك تعطيه فرصة. بعتقد الديمقراطية بأمريكا كانت بأحلى حالاتها بأربعة نوفمبر لمن الشعب الأمريكي قرر أنه ينتخب أوباما رئيس للجمهورية الأمريكية رقم 44، رئيس رقم 44، والأقلية ماشي مع الأكترية بدعم أوباما، مش عم تفتح حساب لحالها الأقلية بلبنان إذا في أقلية وفي أكترية طبعا. أستاذ معلوف نحن نشكر حضورك، نذكر أنه بعد توقيع الكتاب بباريس لندن نيويورك لوس أنجلوس وموريال الختام في بيروت نهار الثلاثة 18 الساعة 6 المساء بنقابة الصحافي بحضور النقيب بعلبكي والأستاذ وائل خير والشاعر أنريز غايب راح يحللوا كتابي وهم يحكوا عنه مش انا راح احكي عنه. اهلا وسهلا فيك ومبروك الكتاب، شكرا لحضورك. اهلا وسهلا. نحن راح نتابع اخبار الصباح مباشره بعد هالفاصل.